من ضمن الأسئلة أو عامل عملية فتق في البطن، هل ده مشكلة بالنسبة لكشف الطب بنموذج 111؟ مفيش حد هيوقفك فيها كتير، المهم النموذج ده علشان يطلع لك تأمين، لأ علشان الشركات لما بتيجي تتعاقد معاك كتعيين كموظف في بعض الأماكن تقول لك أنا عاوزة تأمين طبي تبع الحكومة والتأمين الخاص الطبي، فأنت هنا بيدي لك الكشف باستمارة 111، بتروح في أي مستشفى حكومية بيتم الحجز بالكول سنتر، عملنا فيديو على المواضيع دي، لما بتروح بتكشف عليك، وعادة كشف بيكون كروته مش بيكون يعني معقد جدا، وبيكتب في الاخر لائق او غير لائق. الفتق في البطن ما افتكرش انها مشكله، انت عمليه انت اوريدي عملتها، هيبص بس على الدنيا خلاص مش هيكتب اي حاجه، وعادة ما بيدخلش في التفاصيل دي، ومش هيكتب لك ان شاء الله غير لائق، ما تخافش ولا اي حاجه، وما دام هي تمام والعمليه تمت بنجاح اكيد يعني مش هيكون فيها اي مشكله، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.